أنا بحب أقدم لكم الدكتور أسعد أحمد اللي هو من خيرة شباب الوطن، واللي هو كان صاحب المبادرة وحريص جدا بكل الحرص أنه يلتقي مع نخبة من الرياضيين حتى يطلعهم على آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال. طبعا لظروف الصحية راح أقعد أسمع معكم وأترك إدارة المحاضرة والندوة والنقاش لزميلنا رأفت اللي هو يعني بذل مجهود كبير من أجل أنه نقيم هاي الندوة. وقبل ما أغادر المكان أنا يعني بدي أشكر الأستاذ رئيس التحرير المسؤول اللي كان حريص جدا، لأنه المنتدى كان دائما وأبدا بيحتضن ندوات سياسية فيها كبار قادة العالم، فهاي أول محاضرة في مجال الرياضة. فأنا بترك زميلي رأفت وللدكتور أسعد، بتمنى وقت جيد اللي بدي أروح أسمعه من الخلف، وشكرا لكم. يعني شكرا لأبو يزن، وإحنا إن شاء الله لسه مش عمالقة وبنتعلم. الإنسان لا شك يعني في مسيرته في حياته بتعلم، فمهما حقق من إنجازات هو مازال بتعلم. والإضافة الثانية إنه في زميلنا الأستاذ زيد الحباشني هو أيضا رح يحاضر معنا، وهو متخصص يعني في العلاج الرياضي وعضو الأكاديمية في مبادرة قصي، ونتشرف فيه معنا يشاركنا، لأنه إحنا مجالنا هو حقيقة مجال جراحي، فهو أعلم منا بكثير من أمور التأهيل اللي راح يثرينا أيضا بمعلومات إن شاء الله القيمة بإذن الله. في عنا صعوبة معه باللغة الإنجليزية، بيحكي كثير، فحكينا له إن شاء الله بدك تحكينا شوي عربي إن شاء الله. أوكي، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم، وبنشكر لا شك الأستاذ محمد حسن التل اللي تعاون كثير معنا في إنجاح المبادرة الحمد لله، وبنشكر كوادر العمل لا شك الأستاذ رأفت والأستاذ محمد الجالودي والجميع الكوادر، وبشكر أيضا فريق مركزي اللي هو مريم ورمضان السعدي اللي بذل حقيقة جهد في تحضير كثير من الأنيميشن والفيديوهات اللي راح نعرضها إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. أهلا وسهلا. طبعا هي سياسة دعم رئيس التحرير لدعم قطاعات الشركات الرياضية غيرها، فارتئينا هاي المرة شوي يعني زي ما تفضل أستاذنا مساء شبلي إنه نتوجه للقطاع الرياضي. فإن شاء الله إحنا اليوم الدكتور أسعد ما راح يقصر، وكل ما عنده من خبرة إن شاء الله راح يكرمنا فيها، وأهلا وسهلا فيكم إن شاء الله. تفضل فيكم. يعني بداية شكر وتقدير وشكرا جزيلا لحضوركم. الآن أهداف المحاضرة، لا شك يعني لابد من تحديد أهداف. الآن أول هدف هو حقيقة نشر الوعي بما يتعلق بالإصابات الرياضية. القليل من المحاضرات والفعاليات اللي تقام باللغة العربية لطرح مواضيع علمية. الآن التنبيه إلى بعض الممارسات الخاطئة في العلاج واللي إحنا لمسناه في القطاع الطبي، أحياناً بيكون في قرارات خاطئة في العلاج، الآن بدنا نوجه الحديث عنها وكيف نحاول نتجنبها. بدنا نعرف بالطرق الحديثة بالعلاج، والموضوع حقيقة يعني أكثر أنا أخذت الجانب الجراحي، وين توصلنا إحنا في الأردن وين توصل العالم. والآن ممكن بنهاية الندوة نشير إلى بعض الإنجازات اللي حققناها بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال الطب الرياضي وجراحة المنظار في الأردن. لأن ننوه لمسألة حقيقة أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى اللغة، يعني إحنا اعتدنا نلقي محاضرات باللغة الإنجليزية ويكون الحضور أطباء، وهو حقيقة سهل جدا لإلنا لأنه هي كانت دراستنا والمصطلحات اللي بنستخدمها، لكن لابد من تفعيل حقيقة لغتنا العربية، وخاصة لما نخاطب يعني فئات مختلفة من المجتمع. لغتنا العربية الحمد لله هي لغة ثرية. الآن في مصطلحات حقيقة يعني يصعب طرحها لأنه قد تكون صعبة، ولهذا في يعني خلال حديثنا رح نتحدث في بعض المصطلحات التقريبية للمصطلحات العلمية، ونحاول نتجنب المصطلحات العلمية العميقة في اللغة العربية. وبنفس الوقت أيضا حاولنا نحط فيديوهات توضيحية وأنيميشن بحيث نوصل الفكرة إن شاء الله.
الآن المحتوى، يعني من السهل جدا إني أحاضر لأطباء، يعني بيكون المعلومات لا شك في عمقها الطبي قد تصل. الآن لما نخاطب، إحنا في عنا هون أطباء، في عنا لاعبين، في عنا معالجين، ففي فئات حقيقة مختلفة. فحرصنا في محتوى اللقاء أو المحاضرة إنه تكون اللغة بسيطة وسهلة، ونتطرق للمواضيع المهمة بحيث نوصل الرسالة والأفكار دون الدخول في تفاصيل عميقة. المسألة الأخيرة حقيقة هو نماذج التقييم. في نماذج إن شاء الله راح توزع عليكم. إحنا المحاضرة هذه ضمن مبادرة كانت وما زالت، والمبادرة حقيقة هي لنشر الوعي ليس فقط في الإصابات الرياضية، وإنما أيضا حتى في المجتمع المحلي بين الناس بالنسبة لأمراض المفاصل وطرق علاجها. وإحنا هذا حقيقة بنعمل عليه، وعندنا ويب سايت، موقع إلكتروني، بنحاول نعمل هلا فيديوهات تعليمية، وحقيقة هو شيء إن شاء الله يكون مميز في الأردن ويكون مرجع في العالم العربي، ليس فقط إن شاء الله في الأردن. الآن هذه المحاضرة قد تكون الأولى اللي راح ألقيها باللغة العربية، ولهذا يعني بهمنا حقيقة تقييمكم إنا وأي ملاحظات، وهذا الهدف منه إنه نحسن أدائنا في المرات القادمة، وبنكون شاكرين لكم إذا إن شاء الله النماذج يعني عبيتوا لنا. الآن بدنا نبدأ بالركبة، وكان الخطة حقيقة إنه نحكي عن الركبة والكتف، لكن وجدنا إنه المادة كبيرة كثير، يعني إنه نتطرق إلها في يوم واحد، وما بدنا يعني نرهقكم، ولهذا يعني ارتئينا إنه نجعل اليوم للركبة، ونجعل ندوة أخرى إن شاء الله لأمراض الكتف. ورح يشاركنا مثل ما حكينا يعني زميلنا وأخونا زيد الحباشنة بما يتعلق في مواضيع التأهيل. الآن رح نبدأ في تعريف مفصل الكتف، مفصل ركبة عفوا. أنا جبت موديل الآن إن شاء الله رح رمضان يعني يمرره عليكم، بحيث إنه كل واحد يعطي للجنبه، بحيث تشوفوا شو هو مفصل الركبة. هلا رح نعرض أنيميشن ونحكي عن مفصل الركبة وأجزائه، وممكن حضراتكم تشوفوه، وبس بالسرعة لأنه بدنا إياه بجوز نشرح عليه خلال حديثنا. الآن في عنا هون أنيميشن حقيقة بظهر مفصل الركبة. مفصل الركبة هو يعني أحد المفاصل الكبيرة في الجسم، وهو أكثر عرضة لإصابة. الآن في الجهات، لما نحكي أنسي في الجهة الداخلية، وحشي يعني الجهة الخارجية للجسم، أمام الخلف معروف. الآن مفصل الركبة هو التقاء ما بين عظمتين، عظم الفخذ وعظم الساق. الآن في كمان عظم الصابوني بيشارك في المفصل، وفي الأنسجة اللي حوالين المفصل. الآن هون السطح المفصلي اللي بغطي الغضروف، اللي بغطي السطح المفصلي، وفي عنا الغضروف ممر الصابونة، وأيضا في عنا هون غضروف السطح المفصلي احنا نسميه الغضروف الزجاجي. لما يمر علينا الغضروف الزجاجي هو هذا، أو الشفاف، هو غضروف اللي بغطي نهاية العظم. الآن الأربطة، في عنا الرباط الأنسي الجانبي، الوحشي الخارجي، هون الرباط المتصالب الأمامي، الرباط المتصالب الخلفي، ورح نحكي عن دور كل رباط حقيقة. هون الثباتية للأمام، دور الرباط المتصالب الأمامي له دور آخر رح نحكي عنها، وللخلف الرباط المتصالب الخلفي. في عنا النسيج العضلي، قبل النسيج العضلي في عنا الغضاريف الهلالية، وهي يعني جزء مهم حقيقة من المحاضرة رح نحكي عنه. هو غضروف ليفي بيكون موجود بين سطحين المفصل، وإذا ملاحظين بياخد الشكل السطح، فبالتالي بيخفف الضغط على الغضروف الزجاجي. في حال وجود إزالة للغضروف رح يزيد الضغط. أيضا له دور في الثباتية، لأنه شكله بياخد شكل السطح المفصل، هذا دور ثانوي للغضروف الهلالي. في عنا أيضا النسيج العضلي المحيط، العضلة الرباعية أكيد يعني أغلبكم بيعرف إيش هي وشو دورها، والعضلة الخلفية الهامسترينج، واللي إحنا أحيانا مستعين فيه أو نأخذ أوتارها في عمليات زراعة الرباط المتصالب. في عنا الصابونة، وتر الصابونة، هاي اللي بنسميها إكستنسر ميكانيزم. الآن لما نحكي إكستنسر ميكانيزم اللي هو هاي الصابونة والعضلة مع وتر الصابونة. وهون في عنا الحركة الصابونة اللي بتمر في ممر إلها، في ممر خاص. وهون الصابونة يعني حقيقة يعني أثخن غضروف في الجسم، وعليها جهد كبير قد يصل أحيانا أكثر من 5 أضعاف الوزن. نعم، الصوت واضح بالخلف؟ نعم. الآن بيضل النسيج العضلي.